السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ويقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. الأسئلة يا عبد الرحمن. السلام عليكم. السلام عليكم. شكرا لكم. من فضلك عندي سؤال، بس معلش هو ممكن سؤالي يطول شوية، بس معلش اسمعني. لا، رجاء الاختصار، هذا ليس مقام إطالة. حاضر. ركزي في السؤال لو سمحتي. حاضر. أنا كنت متزوجة وانفصلت بخلافات وكده. المهم كان الطلاق تم بالمحكمة، إن أنا رفعت قضاء وكده، لأن هو زوجي أصلا لما جه يطلقني هو كان عايز يطلق، كان عايز يطلق بس من غير ما ما يدفع حقوقي، فاللي هو بقى طردني بره البيت واتجوز وانا على ذمته. فعايزه فكان بيقول هي عايزه، يعني عايزه تطلق تطلق، انما انا مش هطلق لو عشان يعني ما اخدش حقوقي. تمام. حضرتك سامعني؟ اسمعك لكن اختصري. تمام. فرحت للمحكمه فرفعت الخلع والقايمه. قالوا الخلع ان القايمه ليكي ماشي، بس النفقات مش ليكي. كده الوقت اللي هناخد فيه القايمه بقى وننفذ حكم بقى الخلع وخلاص هاخد القايمه، ونزلت عن كل نفقاته وعن المؤخر. اتفاجئت ان هو ممضيني شيك تقريبا على بياض بالتنازل على القايمه كامله. مش مضيك شيك وانت يعني وانت نايمه ولا ما انا لا، ما انا هو كان يعني هو موظف وكان ليه تأمينات في الشغل وكده، وانا بخش معاه في التأمينات دي، فكان ممكن يكون تلاعب بحاجه زي كده وخلاني امضي على انها حاجه زي كده. خد الامضه بتاعتي وعمل لي تنازل عن كافه حقوقي في القايمه والنفقه وكده، فطبعا اسقط حقي في في القايمه. انا ما عرفتش اخد اي حاجه خالص من الحاجات اللي اهلي جايبونها لي، ما خدتش اي حاجه خالص. الحاجه الوحيده اللي كانت اللي عرفت اخدها الشقه، عملت تمكين وخدت الشقه لاني حاضنه معايا بتدفع. ماشي يا شيخ؟ حضرتك سامعني؟ فدلوقتي هو عايز، حضرتك سامعني؟ الو؟ ايوه سامعك. هو عايز ياخد الشقه بتاعته، قلت له مقابلها يعني يا اما تدينا القايمه فلوس او الحاجه نفسها. الحاجه طبعا استهلكت، هو متجوز دلوقتي. يا اختي الكريمه خلصي السؤال. ما السؤال؟ السؤال عشان انا هنحاول نسمعه يعني اجابه حضرتك. دلوقتي اول حاجه اللي عملها دي التزوير ده اللي هو خد حقي بيه، ده طبعا حرام. التزوير اللي هو حصل له خد. تاني حاجة هو دلوقتي عايز شقته، فقلنا له تمام هات فلوس القايمة أو على الأقل جزء منها وخد الشقة. قال لنا لا أنا هديكوا بس تقريبا 50,000 جنيه، القايمة كانت 165. دي قضية يا أختي لابد من سماعها من الطرفين، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا طيب؟ الحمد لله بخير. يا شيخ انا سالتك امس سؤال وهو اني مصاب بالقولون العصبي
وكنت أشهى للمرض، فكنت أكل أحيانا ما يسبب لي خروج غازات دون أن أشعر. وسألتك عن الصلوات التي صليتها بهذا الوضوء، فقلت لي أن أكثر من النفل لأني لا أعرف عددها على وجه الإتقان، ولكني نسيت إضافة على السؤال، وهي أنني متأكد من أكل تلك الأكلات كل يوم في الدوام لمدة سنة ونصف. أنت عفوا أنت متأكد أنك أخرجت ريحا وصليت وأنت لم تتوضأ؟ إيه نعم، بسبب أني إذا كنت متأكد، بس عفوا يعني، إذا كنت متأكد أنك أخرجت ريحا وصليت وأنت متوضئ وأنت غير متوضئ، فأنت بين حالين: حال أن يكون عندك انفلات ريح مستمر، يعني الانفلات لا تتحكم فيه كل دقيقتين كل خمس دقائق، أو ففي هذه الحال لا إعادة عليك أبدا، أو أنك يحصل منك انفلات الريح نادرا كل يوم نادرا، فذا يلزمك أن تعيد الصلاة التي صليتها وأنت على غير وضوء. هذا اختصارا، والسلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. أنا شو عندي سؤالين بس. نعم تفضل. سؤال بالنسبة شيخ، أنا مطلع لي الفيزا بتاعت البنك اللي هي كارت الائتماني، تمام، فكنت بعمل زي معاملة عملة أجنبية، يعني بعمل بشتري حاجة من برة بعملة أجنبية، فالمفروض مثلا لو أنا هشتري حاجة بمية دولار بقي سد أنا المية دولار دول خلال فترة السماح اللي هم 57 يوم بتوع البنك، المفروض إن البنك بياخدهم مني بيزود حاجة اسمها 10% عمولة اسمها تدبير عملة، يعني العمولة دي اسمها تدبير عملة، تمام، بياخد مني المية دولار اللي أنا دفعتهم دول 110. والموضوع ده مش موجود في الكارت ده بس، الموضوع ده موجود في كل الكروت وجميع البنوك عموما. هل انت مضطر، هل انت مضطر او مختار؟ لا مجبر على كده. لا شيء عليك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. نعم، بقول لك يا شيخ، ما حكم الصلاة المنفرد وأثناء الجماعة؟ يعني مثلا ما يكون في شيخ بيصلي والصف ما يقوم للصف الأول وبقيت أنا اللي فخر الصف لوحدي، صلاتك صحيحة؟ صحيحة. نعم، يعني مش شرط اللي أنا أشد حد من الصف ولا حاجة؟ إن شددت لا بأس، إن صليت هكذا لا بأس، صلاة صحيحة. حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف متكلم فيه، وفي حال ثبوته فإن النفي ليس بنفي للأصل إنما نفي للكمال، لأن أبا بكرة ركع خلف الصف منفردا ثم دب دبيبا ودخل في الصف، فلو كانت صلاته خلف الصف باطلة لبطلت تكبيرة الإحرام ولأمره النبي بالإعادة. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. نعم. كمان يا شيخ، انا وزوجي حصل بيني وبينه خلاف بسبب انه انا باكل بالمعلقه السمك والفراخ، هو مش عايزني اكل كده، وقال لي تاكلي بايدك علشان لما يجي اطفال وكده يتعلموا ان هم ياكلوا بايديهم علشان الحياه والاسوه ويتعلموا العنفوان وكلام كده يعني. فحصل بيني وبينه خلاف كبير، يعني هو هيسمع حضرتك في اللايف يعني، فانا مش عارفه اقول بصراحه اعمل ايه يعني، لانه هو وكنا يعني احنا هننفصل بسبب الموضوع ده. يعني عشان من اجل الاكل باليد او الاكل بالملعقه هتنفصلون؟ الامر في ساعة. ليس من حق الزوج، ليس من حق الزوج ان يجبر زوجته على الاكل بيدها، من حق لها أن تأكل بيدها ولا أن تأكل بملعقة، هذا ليس من حقه. الزوجة لا تعرف تأكل باليد فتأكل بملعقة، يجبره على أن تأكل باليد ليس من حقه هذا. بارك الله فيك. غريبة، أمور غريبة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ مصطفى، بارك الله فيك وفي علمك يا رب العالمين. وياك، تفضل. ربنا يحفظك من كل سوء. السؤال لو سمحت.
الاستراء لو واحد بيسعى بين الصفا والمروة واستريح شوية. لا مانع من الاستراحة بين الأشواط أثناء السعي بين الصفا والمروة أو أثناء الطواف، بارك الله فيك. يعني ما فيش أي مشكلة في سلك الشيخ؟ لا أبدا إن شاء الله. طيب واحدة لقت خدت كرسي من السعودية، ويعني كانت بتستريح، يعني خدته من المطار وكانت خدته معاها البتاع وسابته في السعودية، فيها مشكلة؟ أخذته من الحرم؟ لا أخذته من المطار. يعني سرقت كرسي من المطار؟ خدته خدته فيها وراحت عملت العمرة بتاعتها وهي راجعة سابته في الحرم. يلا ما فيش مشكلة، الله ربنا يتجاوز. ماشي ماشي شكرا. لي بس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا شيخ. انا يعني مش بستفاد من وقتي، مش بستفاد يعني لدنيا والاخره، فمش عارف يعني الوقت بيضيع ازاي، بضيع وقتي يعني. كنت وانا طالب في الثانويه يعني، ومش عارف يعني اليوم بيضيع مني، مش بستفاد لا في الدنيا والاخره يا شيخ. اسال ما لا تصلي؟ لا اصلي والله. ها اصلي الحمد لله. طيب خلاص صلي وذاكر واذكر الله ذكرا كثيرا بس. تمام السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أنا الحبيب حفظكم الله. وياكم. شيخنا الآن إذا سئلت عن حديث فقلت في الإجابة لا يثبت بهذا الطول، فما المقصود بهذه الإجابة؟ هل معنى أن مطلع الحديث يثبت أم ماذا يقصد بها؟ تقصد من تقصد نفسك ولا تقصدني؟ لا إذا أجبت أنت عن حديث. هي ماذا قلت في الإجابة؟ قلت لا يثبت بهذا الطول. أيوة يعني أحيانا الأحاديث تأتي مطولة ويكون في السند المطول ضعف، وأحيانا ويكون الصحيح أنه مختصر. يعني قد يكون يثبت مطلع الحديث فقط؟ لا جزء منه ممكن يثبت جزء من الحديث. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. بعدين شيخ ايه حكم المسابقات اللغويه الرن فيها من طرف خارجي او من بيبقى من طرف واحد؟ مسابقات ماذا عفوا؟ بيكون العوض فيها عوض الرهان فيها من طرف خارجي او من طرف واحد، يعني في مثلا يعني واحد معه فلوس قال يا جماعه تسابقوا اجرم والسابق ساعطيه فلوس كده يعني. بس المسابقة بتبقى مثلا توقع، يعني توقع نتيجة رياضية. يا حبيبي انا مش بتكلم، عايز افهم بس السؤال الان. يعني في واحد نظر الى الطلاب في المدرسة وقال يا جماعة اعملوا مسابقة والفائز الاسرع سأعطيه مالا، كده لا بأس لا مانع. يعني في حاجة اشرح لحضرتك الموضوع، هو عبارة عن محفظة الكترونية، محفظة دي زي فودافون كاش والحاجات دي بتحط فيها فلوس، يعني بتحط يعني زي ممكن تحط محفظة تحط فيها فلوسك كده. بيجي مدير المحفظة بيطلب من الناس انهم مثلا لو في ماتش او حاجة الناس حابة تتوقع الماتش او تشارك في نتيجة توقع الماتش، فحالة الناس لو توقعت وتوقع طلع صح يزود على فلوس الناس دي في المحفظة مثلا وليكن 2%، لو التوقع طلع غلط ما بيخصمش من فلوسهم حاجة، فلوسهم تفضل ثابتة زي ما هي. طب وماذا هو استفاد؟ نعم؟ ما الذي استفاده هو؟ الفلوس موجوده في المحفظه، يعني فلوس الناس موجوده زي البنك كده، الفلوس الناس بتبقى موجوده في البنك فالبنك بيستفيد بيها. هي المنصه دي او المحفظه دي بتبقى عباره عن تستخدم الفلوس دي في استثمار رياضي، يعني مثلا اكتشاف مواهب رياضيه، بتسوي المواهب دي الحاجات دي يعني. اعتذر عن الاجابه الان، دعني اسال. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى العدوي؟ نعم أخوك مصطفى تفضل. أنا محسوس الله أني أحبك في الله يا شيخ خالد. أحبك الله وأنا أعتنى فيه. الله يبارك في عمر حضرتك ونفع الله بكم يا رب. أيوه. كنت عايز أستأذن حضرتك في يعني أخذ رأي حضرتك في موضوع ضروري يعني. تفضل. حضرتك دلوقتي أنا شاب عندي 29 سنة. الله يبارك. الله يحفظك. يعني بقدر المستطاع والله الواحد يعني بيجاهد نفسه في الالتزام يعني وكده. ولكن يا شيخ انا ما تيسرليش ولا مره الخطبه، يعني خطبت اخر مره وبرضه ناس ملتزمه وكده، ولكن الشيخ يعني شق عليا في الطلبات وكده.
ما حصلش نصيب. فأنا دلوقتي قدامي في واحدة عندها 36 سنة ومعاها بنتين، أكبر واحدة عندها 17 سنة، وده المتاح بالنسبة لي، وأنا عايز أعف نفسي يا شيخ. ووالدي ووالدتي عملوا معايا مشاكل ومش عايزين يعني، ولكن أنا خايف يعني برضو على نفسي وكده، فحضرتك تنصحني بيه. وهي مش هي عايزة تعف نفسها برضو، منفصلة ومفيش يعني أي حاجة، بقدر استطاعتي أجيب بيتي وكل حاجتي وخلاص. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، شاب يريد العفاف وليس معه مال للزواج من فتاة بكر، ويريد التزوج بثيب لإعفاف نفسه ولإعفافها، والوالدان يعترضان، ليس لهما أن يعترضا على زواج ابنهما لإعفاف نفسه، ليس لهما أن يعترضا على زواج ابنهما لإعفاف نفسه. وبالله التوفيق. في أي مشكلة في البنات يا شيخنا؟ بنات من؟ اللي هم بناتها دول هيعيشوا مع والدتها، لو جم هم كده يبقوا محرمين عليه صح؟ ربائب، ربائب إذا كانوا في حجرك ربائب. تمام. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. تعلمي رد السلام، إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. أنا كنت رديت والله. رديت قلت عليكم السلام ورحمة الله. ماشي يا شيخ مصطفى. نعم. أنا بحبك والله يا شيخ مصطفى، لدرجة إن أنا حلمت بك أصلا. تفضلي، الله يحفظك سؤالك. ربنا يديك الصحة. وأقول لك يا شيخ مصطفى، أنا سألتك من يومين، أنا اللي قلت لك أنا أحد لي أخوات أكبر مني. نعم. أنا ليا معاهم أرض، أنا ليا معاهم قطعة أرض أو قطعتين. طيب. فأخواتي كانوا بيتاجروا في يعني عملوا تجارة وباعوا الأرض اللي عندنا وخدوا قطعة الأرض بتاعتي معاهم. ماشي. باعوها. فهم أخ وأخت. فتاجروا سوا وكسبوا الفلوس معاهم، وهم فعلا اشتروا أراضي وبيوت بأساميهم وكده. اختلفوا في التجارة. فأخويا قال لي فلوسك كسبت كتير، واختي قالت فلوسك مش كسبت. يبقى طب انا اروح فين؟ عملنا قعده عرفيه والناس حكموا ليا يعني. بص يا شيخ مصطفى، لما هم خلاص يعني ما فيش حد عارف بينهم الحقيقه، القعده العرفيه حكمت ان هم يدوني ثمن قطعه الارض بتاعتي. طيب. يبقى اختي من ساعتها كل ما خدت ارض يا شيخ مصطفى بتاعت ميراثي من ابويا وتقول لي انت خدت فلوس في القعده مش فلوسك. خلاص، ما دام الجلسه حكمت لك بذلك وهم وافقوا على المجلس ابتداء، لا اسم عليك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته شيخنا. اتفضل. معك من المهندس. اتفضل. بس ان شاء الله عندي امتحان بكره كده، نسالك الدعاء يا مولانا. الله يوفقنا وياك. اتفضل. الله يوفقنا وياك. تفضل. كنت بسأل كمان عن بعد ما سألتها، قلت حكم القراءة في السرادقات. نعم. عن حكم القراءة في السرادقات. والله التعزية مشروعة بالإجماع. تعزية أهل الميت مشروعة بالإجماع. صور التعزية تتنوع من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان. إن شاء الشخص عز في البيت، إن شاء عز في صرادق، إن شاء عز في عند المقابر، يعز حيثما تيسرت له التعزية. أما حديث كنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام لأهل الميت من النياحة فحديث ضعيف. لم يرد الحديث ذا مولاي. نعم. لم يرد الحديث ذا. لا، كل حديث ضعيف ورد لكنه معلول. معلول الحمد لله. مع السلامة. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم مصطفى، بارك الله فيك وحفظك الله وفيك. اتفضل.
أحبك في الله شفنا. حبك الله، تفضل. كان عندي سؤال. اسأل سؤالك بوضوح. كان عندي سؤالين يا شيخ. اسأل سؤالك بوضوح. الأول، يعني أنا بعاني من صداع بقالي 3 سنين. الله يعافيك. فأسألك الدعاء لي. الله يعافيك من عندي. احنا في، لو أدركت الإمام في الصلاة وهو في الركوع ورفع من الركوع، يعني أنت أدركته راكعا وهو رفع من الركوع وأنا بكبر؟ لا، يعني أنت كده ما أدركته راكعا. طيب، لو أنا دخلت المسجد وقلت له أصبر يا إمام حتى أرقى معكم، وصبر ولا ما صبر؟ لو صبر صلاة صحيحة. صحيح. أيوه. طيب، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا العزيز. لا يا عبد الرحمن، خلص الله يكرمك. تفضل تفضل. كيف عقد التسبيح على الانتهاء من الصلاة يا شيخ بالطريقة الصحيحة؟ كيف ايه؟ التسبيح على الايادي الطريقة الصحيحة كيف يا شيخ؟ أي طريقة، كل الشاهد أنك تتقن العدد. في حديث كان يعقد التسبيح بيده، لا، أو كان يعقد التسبيح لضبط العدد، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، لضبط العدد. أما حديث عقدنا بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات، فحديث ضعيف. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. انا كنت بقول مش من الحديث يعني، وانا حصل لي. نعم. انا لو حد انا بعمل حاجه ديت والله لو حصل ايه، بس هو يعني ما بيقصدش بها القسم، لا يعني استبعاد للحاجه ان هو مش هيعملها خالص. كل مش هعمل الحاجه دي لو قطعتموني. لا شيء. طب لو في مره منهم يعني هو شك، هو كان قصده قسم فعلا ولا اللي هو يعني باب الاستبعاد؟ شك لا يلزم بكفاره. طب ممكن سؤال اخر معلش؟ ممكن. لو من المعلوم يعني ان لو الانسان راى مصلحه في ان هو يحنث في يمينه، ان هو يعني يحنث ويكفر عنها. ماشي. طيب المصلحه ديت يعني مصلحه فعلا ولا لازم يعني لو اي امر عادي، حتى لو مثلا يعني مش هاكل حاجه الفلانيه وكلها عايز ياكلها يعني؟ ما في بأس. يكفر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ سؤال. ها. ما حكم ارتداء الصندل الذي يظهر أجزاء من القدم بدون ارتداء شراب؟ المرأة عورة عموما، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخونا الجليل، أخبر حضرتك؟ الحمد لله. زين يا شيخنا بالثبات. الله يثبتنا وإياك يا شيخ. آمين يا رب. شيخنا معي قطعة أرض ظلت سنوات ليس لها سعر، ثم يسر الله بعتها، فكيف أخرج الزكاة؟ أنت تاجر أراضي؟ أخذت من أجل تجارة. أيوه. يفترض أنك سنويا تقيمها بالسعر الذي إذا أعلن بيعت الأرض. أكرر، يفترض أنك سنويا تقيمها بالسعر الذي إذا أعلن بيعت الأرض. تمام. وتحسبها تحسب زكاتها على هذا، وتكون في الذمة إن لم يكن معك مال لإخراجها. بس فإجمع هذه السنوات، يعني مثلا هذه الأرض السنة الماضية كانت تساوي كم؟ 100,000، لكن ما جاء مشتري. كذا قلت بثمانين ألف سيأتي المشتري، أربط الزكاة على 80. على السلامة. يعني ما طلعش على سنة واحدة؟ لا لا، دم للتجارة كل سنة. لا، لأن بقول لك دي أرض ميتة. لا مش ميتة، أرض مدخرة وثمنها ارتفع 3-4 أضعاف. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو تسمح يا شيخ.
نعم نعم وقت ابويا مات وترك اخويا الكبير. اخويا الكبير بيسد يد مراته واخواته الصغيرين، بيقول انا اللي كنت شغال وياه. طيب ده قضية تسمع من الاطراف كلها. يجلس ناس طيبون في البلدة ويسمع منكم. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخنا الفاضل. تفضل. يا شيخ انا اعلم ان اليقين لا يزول بالشك. طيب. فما يفعل من يتيقن الحدث ويتيقن الطهارة؟ كيف يتيقن الحدث ويتيقن الطهارة؟ كلام غلط. هو يذكر انه توضأ ويذكر انه احدث لكن لا يدري ايهما اسبق. لا يدري ايهما اسبق. نعم. لازم في واحد اسبق. نعم يا شيخ لكن هو لا يعني ليس متأكد. خلاص يحتط بالوضوء مرة ثانية. طيب يا شيخ كيف يرقي الانسان نفسه او يرقي غيره؟ تدفل في يديك وتقرأ بالمعوذتين ما قوله الله أحد وتمسح رأسك وما استطعت من جسدك. حتى يمكن أن يدفل في يديك ويرقي غيرك صح؟ ممكن. بارك الله فيك شيخ. فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. ازي حضرتك عم الشيخ؟ الحمد لله. بقول لحضرتك عم الشيخ حكم المرأة ذهاب المرأة لأداء مناسك العمرة وهي سنها تعدى 60 سنة بدون محرم تقصد؟ بدون محرم مع رفقة أمنة وبدون رفقة أمنة؟ مع لا مع ناس كويسين إن شاء الله يعني مع ناس جوز هذا بعض العلماء لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حججنا زمن عمر مع عبد الرحمن بن عوف وعثمان حجة نافلة. حجة نافلة. ممكن سؤال تاني عم الشيخ؟ ماشي تفضل. دلوقتي عم الشيخ سوق السيارات التجار بقى يغلوا جدا فان انا اشتري سيارة بالفلوس اللي معايا ما اعرفش اشتري. طيب دلوقتي المتاح اللي انا اشتري من شركة شركات التقسيط بس الشركات دي بتعمل فوائد هو ده وانا محتاج السيارة ما فيش غير الباب ده. فوائد ولا يعني زيادة نتيجة التقسيط في فرق؟ لا هي بيقول انا بيحدد نسبة انا عارف في تحديد النسبة بالنسبة لي فيها شبهة. ما يلزم تشتري سيارة جديدة اشتري قديمة مش مشكلة. خلاص شكرا. الله بارك الله فيك يا شيخ إيهاب وأنت أخ محمد بن عبد الفتاح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولنا حفظكم الله. عندي سؤال. زوجتي حامل وإن شاء الله يعني الوضع هيكون بعد رمضان القادم إن شاء الله. فالصيام في رمضان لو هي تعذر الصيام عليها بعد رمضان تقضي أيام صيام ولا تطلع إطعام مساكين؟ تقضي. لن تقضي. تقضي. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالكم شيخنا الفاضل؟ الحمد لله بخير. ممكن سؤال؟ ممكن. استعمال يعني البخور ك يعني بخور يعني اللي تداوي من يعني من الجن او لا اعلم نصا هل ذلك اعتبر في السنه ام لا؟ لا اعلم نصا في ان البخور يطرد الجن. لا أعلم نصا في أن البخور يطرد الجنة لكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. جزاك الله خير. بارك الله فيك يا أبا الأرقم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. دلوقتي يا شيخ خالي كان واخد من جدتي 100,000 مثلا من 5 سنين عشان يشتري شقة ويسيبها شوية يسقعها وبعد كده يأجرها والكلام ده. قرض حسن ولا ايه؟ لا خد منها 100,000 جنيه عشان يعني قرضا ولا هبة منها؟ لا قرضا من اديهولها عشان يجيب الشقة يعني عشان سلف يعني
ويطلع لها أرباح هي وهو كل سنة. يعني تسمير لها. تسمير. ماشي. تمام. دلوقتي جدتي توفت. فهل هو دلوقتي لما يجي يرد الفلوس دي بقى للورثة اللي هو خالي وخوة ينظر نصيب جد أمه ويقسم نصيبها على الورثة عموما بما فيها هو بما فيهم هو؟ طب يعني يطلع المئة ألف جنيه اللي هم الأصل اللي كانت دفعهم من 5 سنين؟ لا دي قضية لا. تنظر عن قرب. يعني هو بيشتغل في التجارة، تجارة العقار. لازم ينظر واحد يجلس حكم يسمع الأطراف. ما هي الشقة مثلا كانت بمليون يا حبيبي، لازم يسمع الأطراف كلها. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا الشيخ اللي كنت بكلم حضرتك دلوقتي. عن ماذا؟ عن خالي اللي كان واخد من جدتي. قلت لك قضية تنظر عن قرب، الناس تسمع وتحكم. ايوه، يحكموا في ايه؟ ما انا عايز اعرف هل يرد. هو واخد الفلوس قرض حسن او واخد الفلوس استثمار؟ واذا كان يستثمر، يستثمر في ماذا؟ قضيه تسمع من الاطراف. ايوه، ما هي الموضوع انا بقول بحكي حبيبي حاجة. انا لا استطيع احكم لك غيابيا عن وجود خالك، بس اختصارا يعني. مرحبا استاذ سعد السويدي، حفظك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كنت عايز أسأل حضرتك حكم قراءة المأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية. في الصلاة الجهرية الجمهور يقولون تسكت لقول الله تعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، ويقولون قراءة الإمام قراءة لك، وبالله التوفيق. هذا رأي الجمهور. أما البخاري فيرى أنك تقرأ الفاتحة، ويستدل بحديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أجاب الجمهور على هذا الحديث بمحاصله: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، خاص بالمنفرد أو الإمام. أما المأموم فقراءة الإمام له قراءة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك فيك ويحفظك شخصيا. وياكم، تفضل. الله يحفظك. لو تكرمت، فيه أخ تزوج الزوجة الثانية. نعم. وحلف عليها يمينين، يعني يمينين طلاق. أيوه. وبعدين نسيبه حق الزوجة الأولى، جابوا المأذون وقالوا له لازم تطلق وإلا هناخد بنتنا بأولادنا وكده. مضى على اوراق الطلاق بتاع المأذون اللي هم جابوه يعني، لكن لا طلق لفظيا ولا شيء. هو كان عنده يمينين سابقين بالنسبه للزوجه الثانيه، فقالوا له لابد يعني ايه تطلقها وكده، فجابوا المأذون ووضع الاوراق انه طلق. هل دي تقع طلقه ثالثه يعني ولا؟ التوقيع يقوم مقام التلفظ. يعني تكون الثالثه بالنسبه له. نعم. طيب، شكرا جزيلا، جزاك الله خير شيخنا. الله يغفر لنا ولك يا خصافي. اللهم لا قوة إلا بالله. الله يغفر لنا ولك. أقول عندي 3 بنات وولد، جهزت البنات وتزوجوا والحمد لله. الولد أصغر منهن وجهازه أكثر من البنات. هل يجوز إعطاء الولد مال أكثر من البنات لجهاز زواجه، وذلك لإغلاء الأسعار وخفض قيمة العملة؟ لا بأس، هذه هبة مسببة، بارك الله فيك. لا بأس بهذه الهبة، فهي هبة مسببة على قدر الحاجة، والأوقات تختلف والأزمان تختلف، وبالله تعالى التوفيق. حرك الأسئلة عبد الرحمن. ماشي. يقول: هل يجوز المرأة أنها تتابع مرأة على مواقع التواصل المتبرجة وتسمع فيديوهاتها؟ هل تأثم إذا انتشر الفيديو
يبقى النظر إلى المنتشر في الفيديو، نظر المرأة إلى المرأة لا حرج فيه، ولكن ينظر إلى المادة التي تتابعها المرأة، هل هي مادة حلال طيبة نافعة أم ليست بنافعة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كنت عايز أعرف يا شيخ، أنا شاب عندي 20 سنة، هل فيها مشكلة لو صبغت لحيتي؟ يكره لك ذلك. يكره حتى لو أنا شاب؟ يعني أنا هي لحيتي لونها أسود أصلا، فأنا هغير لون للبني مثلا أو غيره، فهل برضو جائز؟ جائز جائز جائز، لكن لا تدلس على مخطوبة بذلك. لا أنا شاب لسه 20 سنة، لسه بدري يعني على الموضوع ده. ليه انت مش من معشر الشباب؟ ماشي، بس من معشر الشباب الحمد لله، بس مش يعني ظروفي ما تسمحش للكلام ده دلوقتي. هو كلام ده كلام عيب يعني ولا لا؟ مش مهم، مش كلام عيب، لكن طيب ظروفي يعني. الله يوسع عليك. ماشي حاضر، اسف. جزاك الله. ابوك ما مش معه فلوس يزوجك؟ لا للاسف. الله يوسع عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من الشيخ تفضل. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله طيب. الله يحفظك يا عم الشيخ. أنا عندي بنتان وابن، والابن يعني بسبب يعني وضعه التعليمي يصرف يعني مبالغ أكثر من البنتان، فهل علي إثم في ذلك؟ لا مانع. نعم. أقول هذه هبات مسببة، والهبات المسببة لا بأس بها. ولد في الثانوية وآخر في الابتدائي، الذي في الثانوي يحتاج أكثر من الذي في الابتدائي، الذي في الجامعة يحتاج أكثر من الذي في الثانوي، هذه هبات مسببة بارك الله فيك، لا بأس بها. نعم، هم جميعا خلطوا الجامعات المراحل الجامعية، لكن الولد الآن في مرحلة التعليم لغة لا بأس، لا بأس يعني. أخي الكريم لا بأس، هذه الهبات المسببة لا بأس بها. طيب. الطبيب يعمل ورقة تحليل الخصم 50%، لكن صاحب المعمل يقول أقصى قيمة للخصم اللي ممكن نعمله هي 25%، ولا نخبر المريض بذلك، وإن سألنا المريض الخصم كم نخبره بأنها 50% كما كتب الطبيب، ماذا أفعل؟ هذا غش، قل كلمة الحق ولا تخشى إلا الله. نعم. ممكن صدقة الجارية ممكن تطلع للميت من غير ما يكون موصي بها؟ نعم، وإن لم يوصي. قال سعد بن عبادة رضي الله عنه: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، وأراها إن تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال: تصدق عنها. إن أمي افتلتت نفسها، وأراها إن تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال: تصدق عنها. وبالله التوفيق. يقول هناك موقع يقوم بعرض المنتجات بسعر كذا، وأنا أقوم بالتسويق بزيادة على السعر، وأخبر الموقع أني بعته بكذا، فيأخذ الموقع سعره ويعطيني زيادة، لا بأس بذلك إن شاء الله مع البيان. قل إذا لبست عفوا بنطال غير ضيق وتونيك غير ضيق يعني فوقه إلى منتصف الفخذة، عندما تجلس سيكون الجزء السفلي من الفخذة محدد بالبنطال، هل هذا ينافي أن يكون اللباس غير واصف للعورة؟ لو أرسلتم صورته بس كده ممكن نحكم عن قرب. زوجها غير ملتزم دينيا، وحتى الصلاة لا يصليها في وقتها، وكلما نصحته يقول ليس لك ليس ليس
يقول لي ليس شأنك بيني وبين الله، ماذا أفعل؟ عليك مواصلة النصح لقول النبي عليه السلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فإذا خلاص سبب لك النصح في ضرر فلا إثم عليك، وإن شئت أن تفارقيه فارقتيه، إن شئت أن تبقي معه هو مسلم، من كان فاسقا لكنه على التوصيف لم يزل مسلما، لو يصلي الصلاة في غير وقتها. اختصر الأسئلة عبد الرحمن، بس طويلة. بنتها لا تصلي وتقدم لها عريس لا يصلي ومدخنة، الوافق عليه ولا لا؟ إذا كانت البنت موافقة خلاص، هي لا تصلي وهو لا يصلي، زوجيها وخلاصي من عهدتها، الله أعلم. هل هناك حديث يتكلم عن غزو الهند؟ لم أقف على أي حديث ثابت يتكلم عن غزو الهند. يقول سفيان عن عاصم بن كليب عن أبي كليب عن وائل بن حجر: كيف نعرف إذا كان سفيان هو الثوري أم سفيان بن عيينة؟ بالتلاميذ، أحيانا نفرق بين نتوصل إلى اسم الشيخ بالتلاميذ والشيوخ أو جمع الطرق، جمع طرق الحديث، فالمبهم في مكان يسمى في مكان آخر. إذا لك 5 طرق أو 6 طرق لاكتشاف الراوي بارك الله فيك، أو تعيين الراوي الذي لم ينسب. يقول: كم مرة وقع الطلاق؟ سؤال طويل يا عبد الرحمن، ما نستطيع. قلت أريد أن أتصدق 10% من دخلي، وفي نيتي أنه ليس نذر، هل هذا نذر؟ ما دام في النية ليس نذرا فإذا ليس بنذر، ليس بنذر ما دام في النية ليس بنذر. يقول: لديه محل شريه بالمستأجر اللي كان فيه، ولكن المستأجر يماطل جدا في دفع الإيجار. يعني كده لدي محل شريه بالمستأجر اللي كان فيه، يعني شريه ولكن المستأجر يماطل في دفع الإيجار، هل يجوز أن أكتب شرط في عقد الإيجار؟ إذا تأخر المستأجر عن دفع الإيجار لمدة شهرين يتم حساب مبلغ عالي كل يوم تأخير، وإلا لا يجوز؟ باب التخويف فقط، لا تكتب مثل هذا الشرط، لأنك ستجد من يعارضك في هذا الشرط. يعني أجر لك بيتي، إذا تأخرت عن سداد الإيجار يوما أحسب فائدة ربوية أو يومين أحسب فائدة أكثر، لا يجوز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ تفضل. تسمح لك بس، أنا كنت خريج كلية تربية قسم لغة عربية. طيب. وظلمت في الكلية وكان حلمي أتعين معيد. وإيه؟ أنه كنا أنا كان حلمي أتعين معيد وظلمت في الكلية. حلمك أن تتعين معيد وظلمت في الكلية، حلم. قسم لغة عربية نحو صرف وبلاغة وكده يعني. طيب وبعد؟ وبعدين ساعات كتير حتى زادت رئيس الجامعة وقلت له لو سمحت أضيف معاه أتعين له حتى بدون أجر عشان أحس إن أنا تعبت فيه لقيته يعني. وتوقع أمضي إقرار على كده ورفض يعني. فأنا كنت بستسلم حضرتك بس حضرتك تساعدني، ومش عايز مال والله، لا اسعى المال خالص. انا يعني اساعدك في ماذا؟ يعني اساعدك في ماذا؟ مش فاهم. لو اي كليه بس تحتاج موعدين نحو صرف اكون شاكر حضرتك. والله ما اعرف، هذا باب غير بابي والله. يعني اشوف كليه تحتاج موعدين نحو صرف وانت لست بمعيد، قل لهم عينوا هذا وهو ليس بمعيد، كيف يعني؟ لا يتصور. يقول: ما أسباب عدم التوفيق والفشل في أمور الحياة؟ من أسبابها عدم سؤال الله التوفيق، ثم عدم الأخذ بالأسباب، عدم الأخذ بالأسباب وبالله تعالى التوفيق. ممكن تتابع معنا من تدير الدراسة وأنت في أمريكا، ممكن تتابع معنا تشوف الموضوع الذي تريده ونرشدك إلى طريقة دراسته بإذن الله تعالى.
نقول يسأل كيف أقوي نفسي في الدين. اقرأ كثيرا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أقوال العلماء بعد ذلك. قل ماما مخصمة عيلة بابا، يعني أمي مخصمة عيلة أبي لأنهم آذوها هي ومخليني مش أكلمهم، مخلياني مش أكلمهم، أنا بقالي سنتين مخصماهم ولحد فيهم كلمني مش برد عليه عشان خاطر أمي. لا أنت تأثمين، هم ما آذوكي، ما آذوكي بارك الله فيك. يعني لا يجوز للبنت أن تخاصم أقربائها من أجل أن أمهم خصماهم، لا يجوز كذا، ما أذوك ولا أسوي إليك. المخالفات المرية والتي تكون في الغالب جزافية وفيها إشحاف، فلا يجوز دفعها من المال الربوي. لا يجوز دفع المخالفات المرورية من المال الربوي لأن فائدة عادت عليك من الربا والله أعلم. تقول إنها صيدلانية ولا طبيعة مجالي في العمل في شركات الأدوية، أحتاج أقدم على شركات يكون منها كثير أمريكية، وخاف أن تكون بشكل ما تدعم الكيان الصهيوني. يعني إذا كنت بس أنت ظن ظنا، لا تبني على الظن، ابني على اليقين بارك الله فيك. هل تجوز صلاة خلف المحامي اللي يدافع عن الباطل ويظلم الناس؟ الصلاة خلفه جائزة مع الكراهة، الصلاة خلفه جائزة مع الكراهة والله أعلم. السلام عليكم. الصلاة خلفه جائزة مع الكراهة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى العدوي. نعم مصطفى تفضلي. ازي حضرتك؟ طيب ولله الحمد. ربنا يبارك حضرتك. وياك ويا اختي. انا كنت بس عايزه اسال حضرتك، انا متزوجه وزوجي يعني انا وهو يعني في خلاف دايم وكده. والسؤال؟ انا دايما بحس ان انا يعني دايما بحس ان انا يعني دايما بحس ان انا يعني مش بعمل اللي عليا، ورغم برضو في اوقات تانية بحس ان انا يعني بقدم اكتر ما في جهدي، وبرضو مفيش يعني مفيش راحة. اسأل الله ان يصلح ذات بينكما. أشكرك أخي يوسف السيناوي وأنا معك على ما قلته، جزاك الله خيرا. الله يبارك فيك يا أخي يوسف حفظك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. لو سمحت أنا لي أخ تاجر. أي. أخذ 100,000 جنيه من والدتي. هذا السؤال مكرر للمرة 20 هنا وفي الهواتف. قلت لكم هذه قضية تنظر. قضية يعني يسمعها شخص من الطرفين. معنا أحد الطرفين. لا لازم الطرفين موجودين والناس تسمع عندكم في البلدة بين منكما، لكن هذا السؤال طرح علي يمكن 20 مرة هنا والهاتف الخاص. فالجواب هذه قضية مالية تسمع من الطرفين. شكرا لك. تقول زوجة تقيم مع أبنائها خارج مصر وزوجها في مصر ويبعث لي مصروف الأبناء ولكن أمواله في بنك ربوي، هل أنا أثم علما بأنه لا يوجد لدي دخل آخر؟ إثمه على نفسه، إن كان لك دخل آخر انفقي منه ما لك دخل آخر، فإثم الرجل على نفسه وتناصحي معه. يقول استغفر الله واتوب اليه، فتاة تعيش مع امها والدتها تسب، تعالى الله عن ذلك، عندما تغضب وتسخر من آية الحجاب، هل عندما اسمعها تفعل ذلك ارد عليها واحاول ارضعها؟ ما اترك الغرفة، اترك الغرفة.
خرجي من الغرفة، وإذا يسر الله لك بالزواج ابتعد عن هذه المرأة فإنها كافرة. إذا لم تتب هي تفعل فعل كفر الآن كفار، تسب الله وتسخر من آيات الحجاب. حكم نعم السؤال يا جماعة مختصر، اسئلة اليوتيوب طويلة شوية. قل يأتي ما حكم بيع الكحول الإيثيلي في صيدليات بغرض التعقيم؟ هو لا يسكر، هو يسمم فخرج من دائرة الخمر. قل يأتي بعض الفقراء يحمدون النقود الفكة، يجمدون النقود الفكة في مصر 50 جنيه، نزيدهم صدقة 10 عليها ونعطيهم 60 جنيه. لا يجوز هذا، لا يجوز بيع النقود الفضة أو النقود الحديدية إلا بما يساويها من العملة الورقية، وبالله تعالى التوفيق. سؤال طويل يا عبد الرحمن. يقول لدي حساب استثماري في بنك فيصل وأقوم بتوزيع الأرباح شهريا على المحتاجين، هل أستمر في ذلك أم أقوم بالتحويل إلى حساب جاري؟ كله جائز ما دمت لن تستمتع لن تستفيد من الربا فلا بأس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. من فضل حضرتك يا شيخ عندي سؤال لو تكرمت. لو في حد قابلني وقال لي يعني سلم على عمامك أو سلم على خلانك أو اخواتك او يعني وانا للاسف يعني مش بتواصل معهم بحكم انهم مش موجودين داخل البلاد، يعني فهل علي اسم ان انا اتقل ما استطعت؟ لا ما انت اسم، انت ما وعدته، اتقل لا ما استطعت، كلفك بتكليف فوق طاقتك لا اسم عليك. جزاك الله خير، شكرا يا شيخ. لكن قدر الاستطاعة تبلغ. الحديث من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا إله إلا الله ولا شريك له، لأن أعرف أن سنده فيه مقال فليراجع بارك الله فيك. هل هجر الزوجة، هل هجر الزوج لزوجته سبب شرعي لطلب الطلاق؟ طبعا حسب حال الهجران، كم هجرها، ما سبب الهجران، كل هذه أمور يسأل عنها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو مصطفى السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال شوف مصطفى؟ الحمد لله. الحمد لله. بسأل سؤال في موضوع عذاب القبر، هل عقيدة أهل السنة والجماعة في عذاب القبر؟ وكان لي صديق والدتي توفت فقال لي والدتي ما كانش بتصلي، فهل ربنا يحاسبها في عذاب في القبر وبعدين نرجع يحاسبها تاني؟ هو شوف يا أخي، القبر فيه عذاب ونعيم، عذاب لأهل الشر والفساد ونعيم لأهل الصلاح، ودلت على عذاب القبر أدلة كثيرة، منها قوله تعالى في شأن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة وأدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قوله تعالى في شأن قوم نوح: مما خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. قوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أي بالضرب أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. قوله اليوم تجزون عذاب الهون دل على ذلك. فهذه بعض الأدلة من القرآن ومن السنة كثيرة جدا. قال الرسول: عذاب القبر حق. ودائما في كل صلاة نصليها: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. ونعيم القبر في الحديث
إذا كان الرجل من أهل الصلاح يأتيه كل يوم الرجل شديد بياض الثياب، شديد بياض الثياب، شديد أيضا بياض الوجه، طيب الريح، طيب الوجه، أبيض الوجه، يسأله من أنت؟ يقول أنا عملك الصالح. يفتح له باب إلى الجنة فأتيه من طيبها الحديث. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. اتفضل. كنت أنا شيخ ربنا كرمني وشغال في سباكة للجملة، قطع غير سباكة. تمام. دلوقتي في مساكن اللي بتسلم عن طريق البنوك. مساكن تسلم عن طريق البنوك وبعد. فأنا بورد ليها حاجات سباكة يعني قطع غير سباكة وكده. ماشي. هل في شبهة في ذلك؟ لا ليس عليك شبهة. ليس عليك يجوز حتى بيع أدوات السباكة للكفار. تمام. الله يسلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. تفضل. إذا كان الشخص على جنابه فلم يستطع الاغتسال بسبب شدة برد الجو المكان، يتيمم للجنابة الوضوء، هو تيمم واحد يجزي عن الجنابة والوضوء، هل يتوضأ للصلاة الأخرى حتى يكون قادرا على الاغتسال؟ لا. إذ جاء وقت الصلاة الأخرى وهو يستطيع الاغتسال ألزم به. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. الله يخليك. ازاي الصحة الأول؟ الحمد لله بخير. الله يوسع عليك يا رب. يا رب وياك. يا شيخ أنا كنت كلمت حضرتك في حوار محفظة فودافون كاش والصورة أنا ما وضحتهاش كويس. فأنا زي ما قلت لحضرتك قبل كده أنا عندي محفظة تبع البنك، تمام؟ المحفظة ديت هي ما بتخصمش مني عمولة، بس أنا شغال مع واحد وعندي محل في نفس الوقت. والمحفظة دي أنا أعملها عموما عشان أسترزق منها يعني. أنا قلت لك أمهلني حتى أتقن البحث في مسألة محافظ البنك، بس أنت تعجل علي، أمهلني. لا هو حضرتك رديت علي وقلت لي إن هو يعني حلال، بس أنا ما كنتش وضحت الصورة كاملة. لما أنت وضحت لي صورة سهلة، يعني بمجرد إنك بترسل للناس فلوس من خلال محفظتك وتاخد العمولة أجرة الإرسال، ده حلال كده. لا دي صورة تانية بقى اللي انا بكلم حضرتك فيها، ان انا مثلا بنزل لواحد بضاعة عن طريق الراجل اللي انا شغال معاه، بيديني فلوس، بيبقى جزء يقول لي احوله لك على المحفظة، يقوم يحوله بالواحد في المية او انا اطلب الواحد في المية، على الرغم ان الواحد في المية ما بتسحبش منه. الواحد لكن في المية عفوا هو عارف كده وانت عارف كده. مين اللي عارف؟ المرسل اليك. هو عارف ان هي هتتخصم، بس هي ما بتتخصمش مني. أنا بقول لك يعني أنت مفرغ نفسك لعمل زي كده، هتشتغل حتى لو لم تخصم منك، لك أجر تفرغك لهذا، أجر تفرغك لهذا العمل. على الرغم إن أنا شغال تحت إيد واحد وبتقاضى الأجر. لما أنت تبلغ إن أنت شغال عندهم. هو ملوش علاقة كده كده، وعموما يهمه إن الفلوس بتاعته توصل يعني كاملة. خلاص مفيش اي ضرر لاحق به. طيب يعني الواحد في المية اللي انا باخدها ما في اي ضرر لاحق بغيرك من هذا الباب. انا بتأكد بس لان يعني حاسس بشك بس، وضابينه كل شويه بيأنبني، فقلت اما اكلم حضرتك تاني. بس معلش انا اسف. طب بس لا بيكلمني على الهاتف الخاص احسن. تفضل. انت على حضرتك كتير. حضرتك معلش يكلم كرر تاني لصاحب السؤال الخاص. بس معلش يعني ابقى اكلم حضرتك في وقت تاني ان شاء الله. طيب جزاك الله خير. ماشي. شكرا. الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. نعم. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. دلوقتي معانا مسألة، ما حكم الزكاة في مال الطبيب؟ الزكاة في مال الطبيب؟ ها؟
زكاة مال الطبيب. اجتمع مع الطبيب مال بلغ النصاب ومرت عليه سنة يزكى. غريب يعني. قل لي يا صديق محاسب في شركة، صاحب الشركة ملتحي ومحترم جدا، راح يعمل عمرة وقال الشركة أمانة معك. المحاسب مع المحاسب، المحاسب ده أخذ امرأة ودخل المكتب الخاص للشيخ صاحب الشركة فعل علي معه محرمات، وقال لي وأن عرفت وغيري كمان عرف ستي متزوجة. الستر مطلوب، لكن ممكن تعطون نصيحة عامة لصاحب الشركة بإبعاد هذا الشخص لعدم أمانته. كلام مجمل بدون فضائح. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. كنت بسأل على حاجة مولانا، دلوقتي هو مسموح أو يباح للمسلم أن يتزوج بالكتابية، صح؟ ليس كذلك؟ بلى. ما المقصود بالكتابية؟ هل هي النصرانية الموجودة حاليا التي تقول أن عيسى ابن الله وهكذا؟ أم الكتابية من هي؟ هي نعم، اليهودية أو النصرانية، أهل كتاب أم المشركة؟ المشركة استثنيت منها الكتابية، اليهودية أو النصرانية. وعلى عهد رسول الله كانت النصرانية موحدة، ما كانت أيضا كده. لا، واليهودية كان أيضا كده. وعمر يعني لما بلغ تزوج حذيفة امرأة يهودية فبلغه أن عمر تكلم في ذلك فذهب إليه قال يا أمير المؤمنين حرام؟ هو قال لا، ولكني خشيت أن تتعاطى المومسات منهن. نعم. الله يكرمك. بهذا القدر أجتزئ حمدا الله مصليا مسلما على رسول الله شاكرا لأنعم الله. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا ولك أسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، ونعوذ بك يا ربي من الحور بعد الكور. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين، واغفر لنا يا خير الغافلين، وافتح علينا يا خير الفاتحين، وانصرنا يا خير الناصرين، احفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين.
أكرم منازلنا واسع مداخلنا يا خير المنزلين، وارفع درجاتنا في عليين يا ذا الفاضل يا ذا المعرج يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم في غزة وفي فلسطين وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين. سدد رميتهم ووحد كلمتهم واجمعهم على كتابك وعلى سنة نبيك الأمين يا رب العالمين. اللهم أصلح أعمالنا وطيب أقوالنا وحسن أخلاقنا وأخلص نوايانا واسلل سخائم قلوبنا يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.